أمامية الفراس شواط، صراع قوة وصراع بدني مع رامي صبري، عمل فاول رامي صبري، رايح له محمد عادل وممكن جدا يبقى في كارت احمر. فراس شواط كان رايح يجيب جول، تدخل معاه رامي صبري، يبدو انه بالفعل محمد عادل واخد القرار بطرد رامي. لاعيبة فاركو بيحاولوا يقنعوه بالعكس، بيحاولوا يقنعوه بالعدول عن قراره، لكن شكله مش هيقتنع. الكارت الاحمر في ايده بلون فانيلته، وبيستعد ان رامي صبري اول ما يقوم هيواجهه ويفاجئه ويستقبله بالبطاقة الحمراء. اذا نقطة تحول خطيرة جدا في هذه المباراة، وممكن تبقى مؤثرة في اخر ربع ساعة. احنا داخلين على خلاص المنعطف الاخير في هذا اللقاء، اخر ربع ساعة. فراس شواط سباق بدني وسباق سرعة مع رامي صبري، كان هيتفوق ويسبق فراس، عمل فاول رامي صبري وهو اخر مدافع وبره منطقة الجزاء، وبالتالي اخذ القرار كابتن محمد عادل باحتساب الكرة ضربة حرة، والفار اكد القرار اولا ان مفيش اوفسايد، ان مفيش تسلل على فراس شواط، لان خلي بالك لو في اوفسايد هيتحسب الاوفسايد، هتحسب الضربة الحرة غير المباشرة لفاركو، وبالتالي مش هيبقى فيه مش هيبقى فيه كارت احمر اللي احنا شايفين لقطة الاعادة واعادة اظهار واشهار البطاقة الحمراء لرامي صبر. طارق العشري بيحسبها، حمزة الجمل بيعيد حساباته هو الاخر. ليه؟ لان دلوقتي هيلعب بزيادة عددية، حوالي 12 دقيقة متبقية في المباراة اهو، هيبقى ازيد واحد. شوف بقى المحمدي واقف متابع الحوار بين رامي وكابتن محمد عادل. ادي فراس اللي تسبب في طرد رامي صبري، بيصطحبه خارج الملعب، هو عايز يخلص طبعا فراس، يعني عايز رامي يطلع عشان اللعب يستأنف. عبد الله بكري بالفعل بيدفع بيه دلوقتي الكابتن طارق العشري. عبد الله هيضطر يسحب، شوف هو واخد ضربه كمان، رامي صبري واخد ضربه في وشه واسب اثرها، يعني اثرها واضح محمره جدا. سلامات لرامي.